بسم الله الرحمن الرحيم. استعداداتنا نفس كل مرة، يعني في بداية المعسكر نفس التركيز الحمد لله، وإن شاء الله هالمباراة بعد استعدادنا قوي إن شاء الله بيكون، وظهور شباب يعني صغار هم بالمواليد الصغار، إن شاء الله يقدموا مباراة جيدة يعني في هالمباراة، هم الشباب اللي بيظهروا في هالمباراة. لا الحمد لله موجود، بعد كان في الأحسن نقدر نقدم في المباراة هذه، مباراة العنج بصراحة، بس حتى ما بنحط إحنا طقس شماعة علينا، إحنا في كان أكثر من كذا إحنا نقدم، لأنه في المعسكر قدمنا أكثر مباريات يعني أقوى عن هالمباريات، فكان مردودنا لازم يكون أكثر من هذا بعد، فيمكن إحنا ما حالفنا الحظ في هالمباراة، فأنا كنت واثق من فريقنا يعني وايد إنه يقدم في المباراة هذه الصراحة والله. الحمد لله. لا والله أنا يمكن هذه أول سنة ياس استفيد من المدرب، خاصة كيف تطلع الكرة من الخلف وكيف نتعلم من هالأشياء، يعني يمكن كذا سنة أنا ما يعني كان فيها التدريبات بس ما كان في التركيز اللي يركز فيه الكابتن الحين عليه، فهالسنة وايد يركز على هالشيء، فالحمد لله نحاول نستفيد إحنا. هذا كله بفضل المدرب، يمكن إحنا في المعسكر كذا مباراة يعني لعبنا مع بعض، ثبتنا نفس التشكيلة في المعسكر وفي التمرين نفس الشيء، يعني المدرب يؤكد على نفس التشكيلة خاصة اللي في خط الدفاع، فيركز على أشياء وايد الحمد لله يعني تعدلنا فيها يعني. لا إن شاء الله المباريات الجاية يعني إحنا إن شاء الله فرتم مرتفع الحين، يعني أنا اللي أشوفه إن شاء الله فرتم مرتفع، يعني مباراة العين في أخطاء يتحملها ما يتحملها المدرب يتحملها احنا، بس ان شاء الله في المباراة النصر يكون في اشياء يعني تترتب احسن عن المباراة اللي طافت.